فيما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء، ونستهلها بيومية خبر اليوم التي كتبت: رغم الجدل الذي صاحب تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في أوساط الفاعلين بالقطاع، فإن وزير العدل محمد بن عبد القادر عاد ليجدد افتخاره بالنتائج التي حققتها هذه التقنية والتي فرضتها تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد، معلنا فجرا جديدا من التحول الرقمي للعدالة. يومية الأحداث المغربية من جانبها كتبت: قالت المندوبية السامية للتخطيط إن منطقة التخفيف رقم 1 التي توصف بالمنطقة الخضراء لتمتعها بتقليص واسع في القيود الصحية التي تهدف إلى مكافحة وباء الفيروس التاجي المستجد تمثل عملياً 60% من سكان المغرب وتشكل 56% من الأسر. أفاد وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت تكتب يومية العلم بأنه سيتم في القريب العاجل الدخول إلى مراحل أخرى من رفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات، وشدد وزير الداخلية بمناسبة تفاعله مع النواب على أن رفع الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية لا يعني القضاء على الفيروس، فهو يوجد بيننا وسنتعايش معه. ومن جهتها كتبت يومية رسالة الأمة: أكد وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية أحمد توفيق أنه لا جديد هناك في قضية الحج لهذه السنة، وبأن وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية كانت قد توصلت في مارس الماضي بمراسلة من وزير الحج بالمملكة العربية السعودية، دعا فيها إلى التريث في التعاقدات التي تشمل الكراء والإعاشة والنقل الداخلي. وعلى صعيد آخر، أبرزت يومية الإيكونوميست من المرتقب أن تستأنف المحاكم التجارية اعتباراً من فاتح يوليوز عقد الجلسات التي تم تعليقها جراء تفشي فيروس كورونا منذ مارس الماضي، إلا أن هذه العودة ستكون جزئية وقصيرة جدا، حيث سيتم تعليقها اعتبارا من 23 يوليوز لإصدار الأحكام في الملفات الجاهزة، على أن يتم بعدها مباشرة فتح المجال للعطلة القضائية التي ستمتد إلى غاية يوم الاثنين 7 شتنبر.